تشعرعت في أقدم عاصمة مأهولة وانتقلت إلى مدينة الأبراج. عاطفتها هي محركها الأول وتعيش حالة جنون. ضيفتنا بعد الفاصل. أنا اسمي ديما الملكي، من مواليد دمشق سوريا. أنا برسم من وقت ما كان تقريباً عمري 12 سنة. عندي ولدين، ابني علي عمره 6 سنين حيصير، بنتي شام عمرها تقريباً حيصير 3 سنين. حياتي بالبيت معهم كثير حلوة، خصوصاً هلأ آخر فترة كثير حسيت حالي قريبة منهم، لأني تفرغت أكثر للرسم، فما عاد كنت أشتغل من قبل شغل ثابت، فهلأ عم حاول أقضي وقت أكثر معهم بالبيت. بتمنى يعني ما فيني اقول ما فينا نطلب شيء من اولادنا، لانه نحن بنجيبهم على هالدنيا وهن يصفلوا ويعيشوا حياتهم، بس اكيد حكون سعيده لو علي او شام كانوا تميزوا بهذا المجال وكان عندهم شيء خاص فيهم. بالاضافه لهالهوايه هي الخاصه اللي عم حاول اني انخليها تتطور كثير وتنمى، انا بشتغل علاقات عامه وتسويق لشركه فريدوم ميديا اللي هن مقرون بدبي واللي هن كثير دعموني طبعا. وباعتبارها شركه فنيه جدا فانا كثير مستمتع بالعمل معهم وصار لنا تقريبا سوا سنه. إذا مشاهدينا نرحب بالفنانة التشكيلية ديما الملكة ويسعد صباحك ديما. متقاوم. ديما، هل تتذكري بداية علاقاتك أول شيء بالريشة وبالألوان ومتى بدأت؟ من زمان كتير أكيد، وقت كنت طفلة كانت مرحلة بسيطة مثل كل الأطفال بيرسموا، بعدين تطورت بتقريبا مرحلة المراهقة. كتير شجعني بابا على هذا الشيء، بلش يظهر شغلات مختلفة عن بقية الرسم العادي. هل كان هو فيها رموز فيها طرق مختلفة؟ هو لا، بابا ما كان يرسم، بس يعني شو بيقولوا ان ذا فاميلي، يعني كثير في عنا هذا الشيء، كثير بنحب هذا التوجه الفني بالعيلة، فكثير شجعني هو وماما على هذا الشيء. حلو، ومتى قررتي انك تاخذي هذا الطريق بشكل رسمي؟ هلا انا صار لي تقريبا 15 سنة، يعني كل كم سنة هي بتمثل مرحلة من حياتي رسمت فيها، خصوصا بآخر معرض. بس عوارض ذهنية، بس حسيت انه لازم انا يعني شوي وضح معالم الشيء اللي بدي، خصوصا انه انا لساتني باول طريق، يعني ما فيني اقول حالي فنانه، فيني اسمي حالي مبتدئه لساتني. تواضع مو احسن. فهذا الشيء تقريبا فيك تقولي انه هلا قررت هذا الشيء تقريبا اخر 2010، حسيت انه هي خطوه صار لازم اني انا اخذها، وانه لسه عندي كثير لاتعلمه ولسه عندي كثير لحتى اقدمه. حلو، انا طبعا مجموعه من الالوان، بس لاحظت يمكن اللون الرئيسي ديما اللي ما بتستغني عنه اللون الاحمر، يعني كانوا مثل البصمة الثابتة لديهم. أنا بحس ما حامشي كيف الفن بيصنف الألوان، أنا تصنيفي الخاص أنا بحس أنه الأحمر والأسود ألوان كتير قوية، والأبيض بحد ذاته، فهدول وقت بتشوفيهم أول شيء بيشدوا العين، إذا كنت مثلا ماشي بالطريق أو شفتي إعلان أو شيء بيشدوا عينك وبيخلوك تفكري أنه شو في وراء هذا الشيء. فأنا بالنسبة إلي وبيساعدوني أني أعبر عن حالي وعن شخصيتي أكثر. حلو، بيجذب وبيلفت. أي. ايش الحاله اللي بتدخليها لما بترسمي لوحك عاده؟ هل في حاله معينه بتعيشيها؟ طبعا اكيد، اول شيء لازم يعني يكون في عندي حاله شديده من الحزن او حاله شديده من السعاده او الفرح. ما في نص اكيد. بكثير في شغلات بتحركني، حب الاشخاص اللي حوالي، دعمهم، الطبيعه، الشام، سوريا، خصوصا انه انا من سوريا فانا بعشق الشام وسميت بنتي شام. الله يحفظ لك اياها. تسلمي لي. فاكيد كل هاي الشغلات بتلعب دور، شغلات عم تصير بوضعنا الراهن، ما ضروره سياسيه، سياسيه، اجتماعيه، تاريخيه، اي شيء بحس انه اكيد بحرك شيء عندي، اكيد بحسه مهم، فهو بيخليني اني انا اعمل شيء ارسم. حلو، احنا بنعرف دائما البيئه بتلعب دور وبتنعكس على اعمال الفنان، ومثل ما ذكرتي ايضا الاحداث اللي بعض الاحيان بيمر فيها الفنان كمان ليها دور. فنقدر نقول هل مثلا الايام هذه تحسيتي انه مودك او مزاجك او في اشياء بدات تتغير بداخلك
أثناء الرسم؟ أي أكيد، بمرحلة المعرض خصوصا 10 لوحات الجداد اللي عملتهم من معرض عوارض ذهنية، كان في حالات معينة بتمثل تقريبا آخر سنتين من حياتي، كتير كان فيهم تعب خصوصا بالشغل اللي كنت أنا عم بشتغله، فحبيت أحكي عن مواضيع معينة فيهم. هلأ بهالمرحلة عم حضر لشي جديد، حاسة أنه هو حيكون شوي له علاقة بأوضاع الراهنة، عن الوطن، لأني أنا كثير بحب الوطن ولازم دايما يكون موجود الوطن بأي شغلة برسمها. فهذا الشيء اللي هلأ حاسسته عم يحركني، هلأ هذا الشيء اللي عم يدفعني أني أنا أرسم. حلو، يعني إذا عرفنا دوافع ديما وتتبعنا اللوحة راح نعرف أنه نشوف مثل أرشيف لحياتها. أكيد أنا يعني كثير بحب وبنبسط وقت أنا بقول إنه أنا اللي بحركني هو عواطفي بالدرجة الأولى. حلو، طيب حبك للشام ولدرجة إنك تسميتي بنتك شام، كيف قدرت تعكسي هذا الحب أيضا من خلال اللوح؟ بكثير شغلات، من الألوان، من اختيار الألوان، من اختيار المواضيع. في لوحة السعادة مثلا كثير حسيت إنه تحكي عن الشام، أنا هيك حسيتها، هيك بشوف الشام. أحياناً مجرد أتذكر المطر، أتذكر ريحة الأرض أو ريحة الأماكن معينة كنا نروح عليها، هي بتخليني يعني ورجي حبي أكثر على الورق يمكن. حلو، إيش حكاية الأسماء والحروف في بعض اللوح؟ كثير بستخدم الرموز، أنا ما بحب، يعني هو شغلتين شوي متناقضتين بنفس الوقت، أنا ما بحب وصل رسالة واضحة للي عم يشوف اللوحة، بس بنفس الوقت بحب إنه يشوف شيء. يعني بتحب إنه المتلقي يطلق العنان لمخيلته ويفهم. أكيد هلأ أنا بحط مثل ما بيقولوا يعني رموز شوي واضحة أو بسموها keywords، هي اللي بتخلي الواحد وقت يشوف اللوحة يعرف عن شو أنا عم بحكي. كثير بحس إلى دور فعال إنه أنت لازم تدلي الشخص، وبالنهاية هذا اللي أنا برتاح له، هذا اللي أنا يعني مثل ما قلت أنا هيد العالم تبعي بخلقه به اللوحة. هاي الكتابة هي أحد الشغلات الرئيسية اللي أنا بحسها كثير بتعبر عن اللوحة، أبيات شعر، شغلات بالإنجليزي بالعربي، في منهم فيهم رموز هندية أو صح. يابانية. يعني حلو أنه أنت ما لوحك ما اقتصرت على مشاعرك أنت بس أو الحالة اللي أنت بتعيشيها، يعني حاولت إن أيضا أنك تعيشي المتلقي أو اللي بيشوف هذه اللوحة. أكيد، ما هو أحلى شيء أنه هي اللحظة هي اللي أول ما بتشوفي فيها الشيء يعني بتمسك فيك شيء مثل ما بيقولوا. هي اللحظة اللي أنا بتمنى اني انا بشوفها بعيون اللي عم يشوف اللوحه، حتى لو ما عجبته. يعني في كثير ناس مثلا هذا ستايل ما بيحبوه او هذا، لانه هو جديد. انا ما عم اقول يعني انه، بس انا هيك حسيت كثير، عملت دراسات شفت هذه الشغلات، هذه الرمزيه جديده. حلو، هلا اكيد في ناس بغير مناطق، بس انا بحس اني انا عم بتميز بهذا الشيء اللي عندي. اكيد بده تطوير وبده شغل وانا مستعده لاي نقد، وانا بالعكس بحب، لانه النقد دائما هو اللي بيطور واللي بيخلي الشخص يوصل. نعم، لا بس لوحك فعلا مميزه، يعني في هويه خاصه فيك، انه اي حد يقدر يشوف هذه اللوحه بيعرف انه هذا رسم ديما على طول من خلال الرموز اللي انت اكتبتيها باللوحه. حلو، نتمنى لك كل التوفيق ديما، وشكرا لحضورك، وبتنطر اكيد ان شاء الله معارض اخرى جديده. شكرا كثير، تسلمي لي. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا أكيد على متابعتكم، يومكم سعيد، نلتقي بكرة إن شاء الله على خير. من لوجين عمران ومن طاقم البرنامج أجمل تحية، يومكم سعيد، مع السلامة.